بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس القيروان النموذجية الصف الثامن اللغة العربية مس نسرين الجلاد. سنتابع اليوم حل التدريبات التابعة للنشيد في وصف نهر، درس القراءة في المهارات. سنكمل التدريبات التابعة للمعجم والدلالة. السؤال الثاني: استخرج من المعجم معاني كلمات الآتية. المنعرج هو الطريق المنعطف أو المنعطف، وكلمة منعرج جذرها الثلاثي عرج. الحصباء من حصبة ومعناها الحصى الصغيرة. الروض من روضة ومعناها الأرض الخضراء. المرقوم من الفعل الثلاثي رقم ومعناها عليه علامة. يهيم من الفعل الثلاثي هامة أو هيمة ومعناها يحب. الهضب من الفعل الثلاثي هضبة ومعناها السهل المرتفع. السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل كلمة تحت خط فيما يأتي. أولاً: وكأنما ذاك الحباب. كلمة الحباب هل هي كثير الحبوب، فقاقيع الماء، الشخص المحبوب؟ هي الخيار الثاني، فقاقيع الماء. ثانياً: وجداول كأراقم، هل هي ذكور الأفاعي عليه أرقام أو اسم مكان؟ الخيار الأول، ذكور الأفاعي. ثالثاً: والشمس ترفل. كلمة ترفل هل هي تغيب، تشرق، ولا تتبخر؟ تعني الخيار الثالث، تتبخر. رابعاً: عدد المعجم واستخرج جمع الكلمات الآتية. الكثيب جمعها كثبان، الروض جمعها رياض، والبساط جمعها بسط أو أبسط. ننتقل إلى الإجابة على أسئلة الفهم والتحليل. يقول الشاعر: عرج بمنعرج الكثيب الأعفري بين الفرات وبين شط الكوثري. ألف: ماذا يطلب الشاعر إلى صديقه؟ طلب الشاعر إلى صديقه أن ينزل بمنعرج الكثيب الأعفري. ب: ما لون الكثيب كثيب الرمل؟ لونه بياض تعلوه حمرة. جيم: أين يقع هذا المكان؟ يقع هذا المكان بين الفرات وبين شط الكوثر. السؤال الثاني: اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عن الأسئلة التي تليهما. والورق تجدو والأراكة تنثني والشمس ترفل في قميص أصفر والروض بين مذهب ومفضض والزهر بين مدرهم ومدنر. ألف: ماذا يمكن أن يرى الزائر حول النهر من مناظر جميلة؟ يرى الزائر الورق والأراكة والشمس والروض والزهر. ب: كيف عبر الشاعر عن جمال الروض؟ بأنه شبه هذا الروض الجميل وكأنه مذهب ومفضض. السؤال الثالث: يقول الشاعر: والنهر مرقوم الأباطح والربا بمصندل من زهره ومعصفر. ألف: ما صفة النهر كما بينها الشاعر؟
يصف الشاعر النهر وكأنه مرقوم الأباطح، أي سهوله عليها خطوط وأرقام. ب. عبر الشاعر عن جمال الزهر بلونه ورائحته. وضح ذلك. حينما بلغوا هضب الحديقة ونزل المطر. رابعاً، اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عن الأسئلة التي تليهما. نهر يهيم بحسنه ولم يهم، ويجيد فيه الشعر من لم يشعر. أمل بلغناه بهضب حديقة قد طرزته يد الغمام الممطر. ما تأثير النهر في كل من يرى جماله؟ التأثير هو بالإحساس، بحيث يهيم بحسه من لم يهم. با. ما الأمل الذي بلغه الشاعر حينما بلغوا هضب الحديقة ونزل المطر؟ خامسا، استخرج من القصيدة ما يدل على ما يأتي. ألف، النهر محاط بالعشب الأخضر. وردت هذه الفكرة في البيت السادس عندما قال: وكأن خضرة شطه سيف يسل على بساط أخضر. با، كان الوقت عند الغروب. ظهرت هذه الفكرة في البيت الثالث عندما قال الشاعر: والورق تشدو والأراكة تنثني والشمس ترفل في قميص أصفر. جيم، النهر محاط بالسهول والمرتفعات. وردت هذه الفكرة في البيت الخامس عندما قال الشاعر: والنهر مرقوم الأباطح والربا بمصندل من زهره ومعصفر. السؤال السادس، في رأيك هل برع الشاعر في وصف متكامل جميل للنهر مع ما يحيط به من طبيعة جميلة؟ وضح ذلك. يترك هذا السؤال للإجابة عليه من قبل الطلبة. ننتقل إلى التذوق الأدبي. وضح الصورة الفنية في الأبيات الآتية. ألف، وجداول كأرقام حصباؤها كبطونها وحبابها كالأظهر. الإجابة هنا بأنه شبه الشاعر الجداول بالأفاعي. شبه الشاعر الجداول بالأفاعي. با، وكأن خضرة شطه سيف يسل على بساط أخضر. شبه الشاعر هنا النهر وسط السهول الخضراء، وكأنه كالسيف على بساط أخضر. جيم، فكأنه والزهر تاج فوقه ملك تجلى في بساط أخضر. شبه النهر بالملك والزهر بالتاج والعشب بالبساط الأخضر. السؤال الثاني، استخرج صورة فنية أخرى ووضحها. فالصورة الفنية في البيت السابع، شبه الشاعر سطح الماء بلمعانه كالجواهر اللامعة. ثالثا، وظف الشاعر عنصري اللون والحركة. وضح ذلك من خلال الأبيات. ورد عنصر اللون عندما قال الشاعر في أبياته: كلمة معصفر وكلمة بساط أخضر وكلمة مفضض وكلمة مذهب. وورد الحركة عندما قال الشاعر: سيف يسل والورق تشدو. هذه عبارات
تدل على الحركة. رابعاً، ما العاطفة البارزة فيما يأتي؟ ألف، والشمس ترفل في قميص أصفر. هنا ظهرت عاطفة الإعجاب بالغروب. باء، نهر يهيم بحسنه من لم يهم. هنا ظهرت عاطفة الحب والإعجاب بالنهر. خامساً، لما أبدع شعراء الأندلس في شعر وصف الطبيعة في رأيك؟ لأن الأندلس تمتاز بجمال طبيعتها. ننتقل إلى قضايا لغوية. اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. وكأنه وكأن خضرة شطه سيف يسل على بساط أخضر، وكأنما ذاك الحباب فرنده مهما طفى في صفحة كالجوهر، فكأنه والزهر تاج فوقه ملك تجلى في بساط أخضر، فكأنه والزهر أمل بلغناه بهضب حديقة قد طرزته يد الغمام الممطر. استخرج من الأبيات السابقة ضميراً متصلاً في محل نصب. ورد ذلك في كلمة كأنه، الهاء في محل نصب اسم كأن، وورد ذلك الهاء في كلمة بلغناه في محل نصب مفعول به. ثانياً، فعلاً مبنياً للمجهول ورد في الفعل يسل ضم أوله وفتح ما قبل الآخر. ثالثاً، فعلاً لازماً طفى وتجلى، هذه أفعال لازمة التزمت بالفاعل. مضاف إليه كلمة الغمام مضاف إليه، وكلمة فوقه الهاء في محل جر بالإضافة. ثانياً، هات الفعل الماضي للفعلين المضارعين تجدو وتنثني. تجدو فعلها الماضي شدا، وتنثني فعلها الماضي انثنى. ثالثاً، أسند الفعل طرز إلى ضمائر المخاطب، نقول أنت طرزت يبنى على السكون، أنت طرزت مبنياً على السكون، أنتما طرزتما أيضاً مبنياً على السكون، أنتم طرزتم أيضاً مبنياً على السكون، أنتن طرزتن مبنياً على السكون لاتصاله بالتاء الدال على الفاعل أو تاء المخاطب. رابعاً، اعرف ما تحته خط فيما يأتي. عرج فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لم يهم لم حرج جزم، ويهم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه أيضا السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يدو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هنا نكون قد استغفينا الإجابات على التدريبات التابعة للوحدة الخامسة من المهارات. لكم جزيل الشكر طلابي الأعزاء، أتمنى أن تكون قد وصلت المعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.